نرجع بقى تاني للتلاتة ونص مليون فدان. احنا بنسابق الزمن عشان دول يخشوا الخدمة في أسرع وقت ممكن. وأنا الكلمة اللي هقولها للحكومة وهقولها للقوات المسلحة وهقولها لوزارة الداخلية وهقولها حتى للجامعات، من فضلكم اعملوا رحلات لطلبة المدارس والجامعات للمشاريع ديت اللي يمكن يعني البعيد قوي توشكا، والقوات المسلحة توفر الوسائل اللي ممكن تروح بيها. أنا عايز أقول للناس في مصر وشبابنا بالذات، تعالوا بصوا شوفوا اللي بيتعمل بإيدين إخواتكم على مساحة المصر بالكامل. إحنا بنتكلم في حجم هائل من الأراضي، لما هتروحوا تشوفوه أنتوا هتطمنوا أولاً، وكمان مش هنسمح يا دكتور مصطفى إن حد يعني يعبث بعقول شبابنا يقول لهم ده كلام مش حقيقي ده معمول. لا، خدوا الناس، وانا يمكن كنت بتابع من كام يوم، خدوا جامعه اسوان ودوهم توشكا، فقالوا الحاجات دي بتاعتكم ولا بتاعت حد تاني؟ يعني بتاعتكم يعني، خد بالك يا دكتور بتاعتكم ولا بتاعت، لا دي بتاعتنا. المهم يعني عايز اقول ايه، يبقى اذا احنا علينا دور بعيد خالص عن اللي احنا بنعمله دوت، ان احنا نوري شبابنا وشاباتنا وحتى شباب ثانوي ناخدهم، وده برنامج نعمله مع بعض الحكومه مع بعض مع اجهزتها دكتور مصطفى والوزارات في المحافظات اللي فيها الشغل ده، تخش الناس الشباب يتفرج ويتفاعل ويشوف اللي بنعمله. نرجع بقى تاني، الثلاثة ونص مليون فدان دول انا عايز اقول يعني معالي وزير الزراعه يرد عليا، هل مصر خلال 30 سنه فاتت 40 سنه فاتت عملت برنامج ل 3.5 مليون فدان؟ لا صحيح. لا احنا بنتكلم بما يرضي الله والله، وما اقصدش بالكلمه دي اي حاجه، لكن انا بتكلم عشان اسجل، ان عشان كده بقول ايه، خدوا الناس تشوف بقى، عشان ما يقولش ايه انتوا بتقولوا لنا بيانات قدامنا هنا لكن احنا مش شايفين حاجه. وحتى لو انا جبت فيلم مره ولا مرتين ماشي، لكن في فرق ان انا اعمل تغطيه اعلاميه مناسبه وتغطيه بالزيارات الميدانيه لشبابنا وشاباتنا في المواقع ديت. طيب